مشاهدينا مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم. انا برونا رح كون معكم الليله بسحب اللوتو. بدي اقول لسنا من وين يعني وين ما كنتي ان شاء الله تكوني عم تنبسطي واستفيدي من هالفاكاس، لانه ما في احلى من الفرصه وخاصه بالصيف. مشاهدينا الليله ممكن تصيروا ملياردير، لانه قيمه الجائزه الاولى 1,036,559,712 ليره المانيه فقط لا غير ممكن تحصلوا عليها. هيدي قيمه المرتبه الاولى، اما المرتبه الثانيه فقيمتها اكثر من 100 مليون كمان بجننوا كثير حلوين ما بيشكوا من شيء ابدا. وجائزة أو قيمة المرتبة الأولى بيزيد سبيسيال كتير وقيمتها 75 مليون مثل ما صرتوا تعرفوا دايما لما بتكون سبيسيال. هالسحب لليوم 22 حزيران 2016، السحب رقمه 1415. وكمان معنا الليلة من بعد اليومية صارت معنا باللوتو مندوبة وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة على صحبة وأعمال اللوتو مدام تيريز. كيفك؟ الحمد لله. عن جديد لازم نقول لك هاي ونسلم عليك. كيفك أنت؟ كثير منيحة. خلينا نبلش اذا من دون اي تاخير مع الارقام اللي انتم ناطرينها بسحب الليله من اللوتو. وبلشنا. بلشنا مع العشرة، 8، 24، 3 أرقام لهلأ، 33، شوي شوي عم نعلى لنشوف الأرقام من بعدها. 10، 8، 24، 33، منكمل مع 31، 39، حلو حلوين كثير. والطابة الإضافية للمرتبة الثانية هي الطابة رقم يلا 35، كله بثلاثينات. حلوين حلوين أرقام الليلة، مش غلط ل 20 حزيران 2016. فإذا هول أرقام سحب الليلة رح تشوفون هلا وراي على الشاشة. 10، 8، 24، 33، 31، 39، والطابة الإضافية رقمها 35، هيدي بالنسبة للمرتبة الثانية. طيب هولي أرقام اللوتو، خلونا نشوف نحن وياكم أرقام زيد. يلا ثواني قليلة مرتبط بزيد، رح يبرموا ليربحوا حدا منكم أو يمكن شخصين أو يمكن أكثر. 75 مليون يلي هي جائزة سبيسيال لليلة. أكيد هلا بلشنا نشوف آخر رقم من رقم زيد الليلة، 7، 2. عن جديد 7، إن شاء الله تكونوا تكستوا وي قلتوا وي إنه بدكم زيد، تعطوا مجال لحالكم ربح أكثر. أرقام أو رقم زيد لليلة هو 5، 3، خلص بين عنا 5، 3، 7، 2، 7، هولي أرقام زيد. نحن إذا صار وقت نتوقف مع بريك لحتى نرجع ونعرف إذا أنتو رابحين الليلة. يلا راجعين. نرجع معكم مشاهدينا بسحبنا لليلة من اللوتو. قبل البريك أكيد شفنا الأرقام، أرقام باللوتو وأرقام بيزيد. رح نرجع بس هالمرة لعند مدام تيريز لحتى ترجع تذكرنا بالنتيجة. تفضلي مدام.
اليوم الاثنين 20 حزيران 2016، صاحب لوتو رقم 1415. الطابات الستة الأساسية هن 10 8 24 33 31 39، والطابة السابعة الإضافية هي 35. هولي، فإذا أرقام وهلأ صار وقت نعرف شو النتيجة. والتابلو رح يبين قدامكم فنعرف إذا في مرتبة وما في ولا مرتبة أولى ولا مرتبة تانية أبدا. على كل حال مبروك لكل اللي ربحوا الليلة المرتبة الثالثة. شو وجهي؟ وجهي مش نحس، لا بليز ما تعتبروها هيك، بالعكس. المرتبة الثالثة 10 شبكات 10 أشخاص أو شبكات بيربحوا 4,735,971. المرتبة الرابعة 762 شبكة بيربحوا حوالي أو 62,152، شاطرين حلوين. والمرتبة الخامسة 12,856 شبكة بتربح 8,000 ليرة فقط لا غير. يعني يلا معي المرتبة الأولى والثانية، هلا بنعرف أكيد الجوائز الثانية لنهار الخميس. أما هلا صار وقت نعرف نتائج زيد وعن جديد عن مدام تراز ومع النتائج. تفضلي. صاحب زيد 1415 تاريخ 20/6/2016، الرقم الرابح هو 53,727. ما بعرف ليه بحب الدوبلات، بحس اوقات انه بيعطوا هيك حظ اكثر. على كل حال النتيجه يلا تابلو بيقول هات لنشوفه نحن وياكم. المرتبه الاولى سبيسيال سبيسيال وبالنص حلوين، شخصين او شبكتين بيربحوا 37,500,000 ليرة لبنانية. ألف مبروك ألف مبروك لهالشخصين اللي ربحوها. أكيد اللي صابوا كل الأرقام، الورقة اللي بتنتهي ب 3777 بيحصلوا على 900,000، الورقة بتنتهي ب 727 بتحصل على 90,000، والشبك الورقة بتنتهي ب 27 بتحصل على 8,000 ليرة. خلي إذا نتائج اللوتو ونتائج زيد. الربح أكيد الجائزة الأولى ربحت من مكتب رقم 10/36 كيوسك على سيسين، والثانية اوكي بالاشرفية، والثانية 14/49 ليبراري ماس بالزلقة. اوكي الف مبروك لكن للاشخاص اللي ربحوا مع زيد. مدام تراز جائزة المرتبة الأولى الخميس بتكون بالمليار و200 مليون، مليار و200، والمرتبة الثانية بتكون بال200 مليون تقريبا. اوكي لنحن على كل حال تخطينا ال100 مليون. نعم بس بال200. نعم تمام كثير حلو، ميرسي لك. ميرسي نحن سوا كمان نهار الخميس إذا الله راد. نعم مشاهدينا بتعرفوا شو لازم تعرفوا، لوتو تاكسو لوتو قد ما فيكم لأنه صيفية فيها مشاريع كثير فيها سفر، يلي بدكم إياه أنتم نقوه ولقونا النهار الخميس معي أنا كمان باللوتو. باي. Hello.